اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناه فوت كافي ديزات، قناه الكره الجزائريه واخبار المنتخب الوطني واللاعبين الجزائريين. بدايه ما تنساوش الصلاه على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش دعمنا باش نقدموا لكم الجديد في كل وقت. اذا اليوم موضوعنا نتكلموا فيه عن ياسين ابراهيمي والكلام والتصريح اللي قالوا اكيد ما عجبش العديد والكثير من المشجعين تاع المنتخب الوطني الجزائري، وكذلك نقول بانه ممكن القليل هو اللي تقبل هذا التصريح بصدر رحب او حتى انه اتبناه، لانه كان يرى ما يراه ابراهيمي منذ يعني مباراه الكاميرون اللي تتذكروها جميعا. واش قال ابراهيمي في حصه التوقعات لكاس العالم؟ قال حلم التاهل الى مونديال قطر 2022 ضاع في بضع ثواني وارفض تحميل كل ما حدث لقرارات الحكم. هو ابراهيمي ما قالش انه الحكم يعني او الحكم كان نزيه، وما قالش الحكم كان يعني صحيح 100%، بل قال بانه ارفض انه الحكم قاسامه يتحمل وحده المسؤوليه، وقال بانه نعم يتحمل لكن نسبه معينه، بينما النسبه الاخرى يتحملها المدرب، يتحملها اللاعبين، يتحملها يعني امور عديده جدا يعني تدخل في هذه المباراة، ويرى أنه من غير المنطقي أنه تحميل الحكم فقط ونسيان كل مشاكل المنتخب الوطني الجزائري. الآن واحدة المقالة قريتها راح نقسمها معكم اليوم ونشرتها في القناة نتاعي، وأكيد معظمكم قراها، لأني شفت العديد من التعليقات كانت سلبية ومنها كانت إيجابية، لكن فقط باش نوضح وجهة النظر تاع هذه المقالة، لأنه أنا شخصيا المقالة شخصيا عجبتني نقلتها بكل صراحة مادام حطيتها في القناة نتاعي للصحفي يوسف عزي، أكيد عجبتني، وبالتالي راح على الاقل نبين لكم وجهه النظر تاعي، ممكن توصل لكم الفكره يعني، وليس شرطا ان يتفق معي الجميع. اذا في المقاله يقول يقولون في بعض الاحيان تكون الحقيقه واضحه كالشمس، ولكن من شده وضوحها لا نستطيع النظر اليها، ويؤكدون ان النفاق هو الذي يجعل الناس سعداء، اما الحقيقه فتجعلهم يشعرون بالحزن، ويكررون أن قول الحقيقة وإزعاج الناس بها أفضل من الكذب لإرضاء الناس. يعني هذه حقيقة منذ قدم الزمان، منذ قدم الزمان دائما الحق تلقى معاه في أقاليل يتبعوه، والباطل يتبعوه في أكابيرة، لأنه الفطرة تاع الإنسان، والإنسان يحب يعني يشبع الرغبة نتاعو بالأمور اللي تعجبه والأمور اللي يحبها والأمور اللي تخليه سعيد، لأنه الحقيقة في كثير من المرة تكون مرة، خاصة لما تكون الأمور ما تمشيش كما ينبغي. الآن احنا خرجنا من كأس العالم، حبيتوا نتكلموا عن أسباب الإقصاء الحقيقية راح تكون مرة، خاصة أنه جمال بلماضي بعد جلبه لكأس إفريقيا أصبح محبوب لكل الشعب الجزائري، وانتقاده أعتقد أنه أصبح خطا أحمرا وكبيرة من الكبائر عند كثير من الناس، وحتى أنهم ما حبوش أنهم يتقبلوا أنه مدرب عادي مثل كل المدربين يصيب ويخطئ. كل ما تقول مدرب أخطأ يعني تجيهم يعني ماهيش نورمال. فمن غير المنطقي أنه بعد 6 أشهر من الإقصاء بعض الفئة لم تتكلم لحد الآن عن أي خطأ قام به بالماضي في هذا اللقاء، وهذا غير منطقي، وكل واحد يعرف كرة قدم يعرف بأنه ذلك اللقاء بعيدا عن أخطاء قصابة كان مليء بالأخطاء من طرف جمال بالماضي، سواء في التشكيلة بل بداية بالقائمة اللي دارها واللاعبين اللي استدعاهم، ثم بعد ذلك التشكيلة، ثم بعد ذلك تسييره للمباراة قبل وأثناء وبعد اللقاء. هذا كله يعني امر واضح جدا، خاصة انه قضية قصامة هذه والحكم من وقتاش بانت؟ من وقت اللي تكلم بشكرة بالماضي. نتحداكم اذا بالماضي دار تصريح واحد فقط بعد المباراة على الحكم، هو تكلم عن الخونة السبعة وقال هم سعداء. فقط واش قال بالماضي بعد المباراة؟ قال هناك 7 خونة راهم سعداء. قصامة ما تكلمش عليه ابدا، لم يتكلم عن قصامة. لما خرج مشاكرة وقال فيها رشوة خرجت القصة نتاع قصامة وخرجت القصص الاخرى. اذا الان انت لو تتكلم عن المباراة من الناحية الفنية، ما دام انك خسرت لازم عليك تتكلم وعلاش خسرت. هذا الشيء لا يرضي العديد من الناس، اكيد هم جمهور جزائري ونحترمهم بطبيعه الحال، وكلنا نشجع الجزائر وكل واحد يشجع بطريقته، لكن الاساءة هذه اللي احنا اللي ما نقبلوهاش وما نقبلوها لا للطرف الاخر ولا لنا. وبالتالي نقول بانه المباراه كانت مليئه بالاخطاء، لكن الكلام عنها راح يخليك مكروه من الناس. اما النفاق، اتباع النفاق واتباع الكذب لاسعاد الناس، هذا راح يخليك تطلع بزاف وتكون في العلالي. للاسف هذا هو الواقع وهذه هي الحقيقه. يكمل الاخ عز يقول كل ما ذكر في الاعلى
قام به ياسين إبراهيم بتطبيقه بتصريحاته الأخيرة أو في تصريحاته الأخيرة، والتي رفض فيها تحميل مسؤولية فشلنا في الوصول إلى كأس العالم للحكم الغامبي باكاري غاساما، وقال بأننا كنا نمتلك كل المقومات لضمان التأهل. أتفق معه تماما 100%، بل 1000000%. بالماضي أو عفوا إبراهيم يتكلم الحقيقة، لم ينافق ولم يسكت على الأقل، لكن قال الحقيقة. وأنا متأكد كل من يرتدون التلفزيون من محللين، من الناس اللي يعرفوا كرة القدم، حتى من لاعبين قدماء، ما يحبوش يخلطوا في هذه قضية مهمة جدا عند الشعب الجزائري وهو بالماضي، وبالتالي يكونوا دبلوماسيين، ولكن متأكد أن معظمهم معتقد ومقتنع أن قمنا بالعديد من الأخطاء في المباراة. ونقولها ونعودها، لو قصاما دارش وباش يخسرك ما يخليكش تلحق ابدا للوقت الاضافي، بل ما يخليكش تلحق للدقيقه 120 وانت متاهل، وما يخليكش تروح الى ضربات الجزاء. قبل ما يسجل المنتخب الجزائري الهدف كنا رايحين الى ضربات الجزاء، المنتخب الكاميروني ما كانش متاهل، وقاساما انا في الوقت الاضافي ما شفته دار حتى مبادره باش يهدي هدف للمنتخب الكاميروني. نتكلموا حقيقه، ما نافقوش، نكونوا صريحين، واللي يزعف الله غالب، هذه هي الحقيقه. لما سجلنا باكاري غاساما ما عدلنا الهدف، لو باكاري غاساما كان حب صح يقسينا وكان داير رشوه ينزعنا الهدف وما يحسبوناش كيما الحكم تاع الصاوره، اللي الصاوره سجلت 4 اهداف ما عدلهم حتى واحد، ما عدلهم حتى واحد، لانه السيده موسينو الصاوره ما تفوتش، خلاص الصاوره ما تفوتش ما فاتتش. لكن غاساما خلانا سجلنا التعادل، ومن بعد زدنا لعبنا شويه والكاميرون سجلت وتاهلت. اذا هنا بوادر الرشوه، انا نشوف الواقع في الميدان ما فيش رشوه، في اخطاء تحكيميه نعم، فيه ممكن نية أنه قصاما كان متعاطف من الكاميرون وكان حبه وما يروحه ممكن نعم، لكن هناك مشاكل في المنتخب، وهذه المشاكل ماشي في مباراة الكاميرون فقط، بل من قبل قناة نتاعي قبل مباراة الكاميرون وأنا نتكلم عام، قبل مباراة الكاميرون وأنا نتكلم عن مشاكل المنتخب. هل ثاني قصاما كان مخلصني ولا إيطو كان مخلصني؟ لا، مشاكل المنتخب كانت باينة للجميع، لكن احنا نغمضوا عينينا. ثم قصامة أقول نعم قصامة قام بأخطاء وكان خبيثا ردنا، لكن بعد مراجعة كل شيء في هدوء والتخلص من الضغط سنجد بأن نسبة تحمله ما حدث قد لا تتعدى 10 أو 20% بالأكثر، والباقي يتحمله المدرب ولاعبيه. زائد ألفاف بكل صراحة ودون لف أو دوران ومحاولة الاستمرار في الكذب على أنفسنا. حقيقة وتكلمنا احنا من قبل، أنا من قبل، أنا لما كنت ندير في المباراة وعندي اللايف تاع المباراة كنت نتكلم وكنت نوصف في مشاكل المنتخب الوطني بطريقة مباشرة. التعادل فقط كان يكفينا على أرضنا وبين جماهيرنا، وكان على الفاف حمايتنا في مواجهة دخلنا بعطار كظاهر أيسر وتركيز دفاعي كبير دون إعادة ما حدث في مباراة الذهاب، نذهب لهدف التعادل الذي سجلناه قبل دقائق من النهاية، ولكننا لم نعرف كيف نسير ثواني قليلة، وهذه الأمور التي كانت مؤثرة وليست للحكم علاقة بها. لا غرابة إن تحول إبراهيمي لشخص مكروه لأنه قال الحقيقة، وأكيد رانا شفنا بعض الكلام. إبراهيمي أصلا منبوذ من قبل، الآن خلاص إبراهيمي أصلا منبوذ. فقط قبل ما نختم نقول لكم، حتى إبراهيمي عنده إنجازات في الكرة الجزائرية، نعم بالماضي عنده إنجازات في الكرة الجزائرية ونفتخر به، لكن لا نحتكر الإنجازات لشخص واحد. إبراهيمي جاء للمنتخب الوطني دون مساومة، عيطنا له جاي يجري. إبراهيمي أحد أفضل اللاعبين اللي مروا على المنتخبات السنية في فرنسا، رغم ذلك لم يرفضنا، فقط بمجرد أنه خرج إلى إسبانيا جاي يجري لعندنا. لاعب يعتبر من أفضل المراوغين في تاريخ دوري أبطال أوروبا والأرقام تشهد له بذلك. لاعب ساهم في تأهلنا لمونديال 2014، لاعب ساهم في تأهلنا للدور الثاني لكأس العالم بهدف خرافي، والفيفا لحد الآن تحتز وتفتخر به. وتأهلنا أمام كوريا وأمام روسيا، وكان له مباراة رائعة جدا أمام ألمانيا، وفي بلان بيخبركم على هذا الشيء. لاعب كان له سبب مباشر في حصولنا على كأس العرب، إنجازات كبيرة وكبيرة جدا لهذا اللاعب. فالإنجازات للكرة الجزائرية ليست حكرا على شخص واحد أو في شخص واحد، فالكل يصيب ويخطئ، ولا يوجد تنزيه ولا يوجد تقديس. وإذا حبيتوا تتطوروا، إذا حبيتوا تتعلموا، مسوا الجرح بصبحكم وعالجوه، شي بعض التافهين والسفهاء من دون خجل يتكلم الآن، يدير فيديو يتكلم لك يقول لك رانا في قطر. انا خلعت يا جماعه، لما اليوم واحد والراهلي بقيت بلا راس، كاين الناس منحطين فكريا لهذه الدرجه، دير فيديو وتوضح للناس باننا رانا في مونديال، لانه الفيفا نشرت قسما. على فكره الفيفا نفسها يوم امس نشرت مجموعه البرازيل، وقالت مجموعه صعبه استفزازا لنا. شوفوا الفيفا كي راهي تحتقر فينا بسبب هؤلاء السفهاء. يعني اليوم دير لك نشيد قسم انا تقول لك نحن قادمون، وبعدها بيوم ادير لك مجموعه البرازيل وكذلك صربيا وكذلك الكاميرون ويقول لك مجموعه صعبه جدا.
هل هناك احتقار أكثر من هذا؟ صابونا نية وأسبابنا وأسباب هذا الشيء هم هؤلاء. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.